في حقد تولده إسرائيل داخل هذا الإنسان الفلسطيني، داخل هذا الإنسان الفلسطيني. أنت مصر تسجل دايما أنك عدو، وعمرك ما حتكون شريك أرض أو شريك سلام، بإصرارك وبموافقة الدول اللي بتساعدك في هذا التسليح اللي بيقتل المدنيين اللي في غزة، يقتلوا مدنيين في الضفة، بيقوموا بانتهاكات المستوطنين المسلحين، بيحرقوا. احنا عندنا في فلسطين موسم زي القطن، هنا في مصر موسم الزيتون، الناس بتعيش على ريعه من السنة للسنة على الدخل منه. حرقوا لهم إياه، أخذوا المحصول، سرقوا. المستوطنين مسلحين دائما بسياراتهم الآن اللي بيطخوا في فيديوهات أكيد شفتوها، بيدوسوا على الجثث بالسيارات وبيقولوا أعفن ألفاظ بالعبري فيها شتايم قذرة. هم هدول مش مدنيين أبدا اللي في إسرائيل. كل المستوطنين اللي على حدود غلاف غزة هم حاطينهم أصلا اليهود، وحتى لو تخلصوا منهم مش حجة أبدا أنه عندنا أسرى في قطاع غزة، أبدا مش حجة. لا، هم أصلا لا يعنوهم. لا، هم عندهم الحظوة من 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 الإسرائيليين، هم عندهم فئات برضه في مجتمعهم اللي بيدعوا أنه ديمقراطي. نتنياهو يواجه الآن خلاف شديد مع قادة الجيش الإسرائيلي، لأنه اعتبروا حصل عنده الخطأ في أنه إزاي يتسللوا المقاومين ويدخلوا غلاف غزة، وبهذه الحجة بيقوم بهذه الحرب الشرسة. لا، عشان هو يعرض للمساءلة، فعايز ينجو بنفسه بأنه بمزيد من القتلى يشبعهم ويشبع نهمهم لهذا الموت الكثير للفلسطينيين. هو بيدافع عن نفسه بشكل آخر، كل ما أزيد في عدد الضحايا من الفلسطينيين كل ما أنا أبرئ نفسي أمامكم. بيأمن وضعه السياسي للأسف الشديد. فإحنا لعبتهم في كل الانتخابات. لما حضرتك بتقولي لي ليش بتقولي كل حرب، لأنه في كل حرب كانت بتيجي في وقت انتخابات إسرائيلية. مين اللي بيفوز؟ اليمين المتطرف اللي بيقتل أكتر. طب إحنا هنفضل رهن لهذه السياسة الإسرائيلية؟ رهن لمستوطنين هم المسلحين اللي بيدهموا الضفة؟ عملوا بناء الجدار العنصري في مدن الضفة، أكلوا أراضي العرب الفلسطينيين، أكلوها وهم بيبنوا هذا الجدار العازل عشان يمنعوا العمليات الفدائية، بس ما قدروا يمنعوا الناس يوصلوا للمسجد الأقصى في رمضان. ما قدروا. عمرك ما هتقدر تمنع الفلسطيني يوصل لبيته المقدس هذا، عمرك ما هتقدر. جرجروا شيوخ وسيدات وخلعوا الحجاب عن بنات، عمرك ما هتقدر بفعلك المتعنت. بالعكس، انت بتزيدني قوه وصلابه في اني ساقاوم كل فعل انت بتقوم به، زي ما عملوا خط بارليف وهدم خط بارليف. فهم لازم يقعدوا الدرس. عمر الغطرسه والقوى العسكريه ما حتعطيك لا امن لا الك ولا سلام لمستوطنيك. تظل دايما يا استاذه ايمان غزه رمز العزه ورمز الصمود بكل الفئات هناك. المراه الفلسطينيه بتقوم بدور كبير جدا، الاطفال بنشوفهم بيتكلموا بمنتهى القوه والجساره والشجاعه اننا هنفضل ندافع عن ارضنا ابدا ما حيين. احنا بنشكر حضرتك طبعا وربنا يطمنك دايما على خالص يا فندم بانفعال، ولكن ربنا يطمنك دايما على الاهل. وغزه دايما هي مفتاح لمصر وامتداد عبر التاريخ، يعني بنتمنى انه يحدث فيها استقرار ليبقى الاستقرار في المنطقه كلها، يعني نتمنى في فلسطين كلها يحدث الاستقرار ليحدث الاستقرار في المنطقه كلها. شكرا جزيلا لحضرتك. اشكركم على تعاطفكم واشكركم على الوعي اللي بتحاولوا تقدموه للناس بحقيقه الظروف الحاليه اللي بنعيشها كفلسطين.